السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الشخص الذي يقوم بالعمل الصالح لكن يحب أن يتطلع إلى ثناء الناس عليه بعد العمل، هل هذا يقدح في أعماله؟ هذا رياء، هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل، هذا يبطل العمل، لأنه يحب أن يثني عليه الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه وقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.